خمس سنوات مقابل 18 مليون يورو. صفقة مهمة جدا بالنسبة للفريق البافاري. هذا هو زلاطان، يا دار زلاطان، الجول يا دار. بصمة سويدية تمنح الأفضلية للفريق اللومباردي في أولى دقائق هذه المباراة. هذا هو الميلان يظهر في هذه اللحظات ببصمة سويدية، زلاطان إبراهيموفيتش. للمعلومة، على مدار 8 سنوات حقق 8 ألقاب. محظوظ هذا الرجل زلاطان إبراهيموفيتش أمام حسرة وأنظار المدرب يوب هينكينز. تابع الصورة، تابع اللقطة والتمريرة في العمق، ذكاء كبير من زلاطان. هو الجولياضور في مثل هذه المناسبات، لا يضيع الأهداف. هذا هو زلاطان، واحد من الهدافين بالنسبة للفريق الميلاني اللومباردي. تحدثت عن 8 مواسم ناجحة بالنسبة لزلاطان. البداية موسم 2003-2004 مع نادي أياكس أمستردام، 2004-2005، وبعدها بموسم واحد لقبين مع اليوفا. فنوير بكل تأكيد سيكون إضافة بالنسبة للفريق البافاري، قد يكون خليفة أوليفير كان على مستوى حسام بيريني. قال صراحة للجورنالي سيسيلي الأسبوع الحالي سيكون هو الحاسم. أول فترة كانت 87-91، هذا هو زلاطان إبراهيموفيتش. يا سلام على الاستلام، يا سلام على المهارة، يا سلام على الجول. ضاعت يا زلاطان. زلاطان إبراهيموفيتش، أسطورية، والحكم يقول تسلل على زلاطان إبراهيموفيتش. فريق البافاري تيموشوك، خاطئ تيموشوك. زلاطان إبراهيموفيتش يقود هذا الهجوم، لكن يحتاج للدعم والمساندة. الحكم لا يقول، يترك الأفضلية تيموشوك.